السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتور فراج أبو الليل. إن شاء الله قلنا هنعمل عدة فيديوهات، أنا كنت هسجلهم كلهم في فيديو واحد، بس طبعا الأفضل إن كل واحد يروح ناحية الفيديو اللي هو محتاجه. قلنا هنتكلم عن الفرص المتاحة للشباب اللي مش عارف هيشتغل إيه في المستقبل، شباب كلية الزراعة، وده اللي يهمني. يهمني يطلع خريج كويس فاهم هو عاوز إيه، زراعة مستقبلها كويس جدا جدا جدا، سواء في مصر شايفين المشاريع الزراعيه كتيره جدا وضخمه، سواء في الطبعه، مستقبل مصر في الزراعه، المشات المعموله، الصوب المعموله، حاجات ايه بسم الله ما شاء الله يعني كاستثمار زراعي. طيب ايه الشغل بره في الخليج؟ الشغل لا يعد ولا يحصى، الاهم ايه؟ الخبره. تمام. لو عاوز تشتغل في مجال الفاكهه يبقى لازم تاخد قسم فاكهه. تمام. هتروح خريج المعهد هيروح الكليه يدخل قسم الفاكهه. طب خريج قسم الفاكهه يشتغل على طول في اي مزارع، ده كله تحت قسم البساتين. قسم البساتين يضم قسم شعبه الفاكهه، شعبه الخضار، شعبه نباتات الزينه، شعبه النباتات الطبيه والعطريه. يبقى الفاكهه يروح يشتغل في اي مزارع فاكهه ويديرها. معظم الشغل في المزارع فين؟ في الصحراء. يبقى لازم اشتغل فين؟ في الري، الري الحديث. يبقى لازم اعرف طرق الري الحديث، وازاي اتعامل مع الشبكات الحديثه، وازاي اسمي تحت الشبكات الحديثه، وازاي اروي تحت تحت الشبكات الحديثه، واعمل كل معاملاتي تحت الشبكات الحديثة، سواء كان ري بالتنقيط او ري بالرش. احنا ممكن نفرد في الموضوع ده هو ازاي تتعامل مع المحاصيل محصول محصول، او نتكلم عن محصولين او ثلاثه من محاصيل الفاكهه او اشجار الفاكهه او الخضار. بس احنا بنقول في العموم ايه اللي ممكن تشتغله، وبعد كده هنتكلم في التفاصيل ازاي تاخد الخبره، ازاي تروح مزرعه وتشتغل. الامور بسيطه، ممكن تروح حتى تشتغل اسيستنت مساعد لاي مهندس مش عاوز فلوس وعاوز يتدرب بحيث تعرف، لان طبعا شغلها كتير وصعب، لازم تعرف هتتألم امتى، هتروي امتى، هتسمد امتى. الرش طبعا مهم جدا، سواء هترش مغذيات او مثبتات للازهار، او هترش مقاومه للامراض او الحشرات، ولازم تعرف اعراض الامراض او الحشرات. ممكن احنا نعمل فيديوهات نقسمها ونتكلم عن محصول محصول. ده بالنسبه لايه؟ شغل المزارع في الفاكهه. او برضو بالنسبه للخضار هي نفس الفكره، قسم البساتين شعبه خضار، هتشتغل برضو هتعرف كل الحاجات والتفاصيل عن ايه الخضار، ازاي بتزرع تحت الصوب، برضو ازاي بتزرع تحت الري بالتنقيط او الري بالرش. كل التفاصيل دي هي لازم تعرفها، ولازم تاخد خبره عمليه. والشغل ده شغل 90% منه للشباب، مش البنات بيكون بالنسبه لها شغلها صعب. تمام. بس فرصة متاحة، لو عاوز يشتغل يشتغل، مفيش مشكلة يعني. تمام. ونلقاكم على خير في فيديو آخر، ولو احتجتوا أي حاجة ممكن تكتبوا تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.